مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى ورقة مصرية جديدة تناقش ما يعتبره البعض اشتعالا في السباق الرئاسي في مصر مع دخول مرشحين محتملين جدد إلى الحلبة، وكذلك ارتفاع في بورصة التكهنات وحدة الجدل غير المسبوق في تاريخ مصر حول مصير سدة الحكم. وشهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة ومهمة دفعت ما يعرف بسيناريو التوريث إلى الصدارة، ومنها إعلان رئيس الوزراء أحمد نظيف للمرة الأولى أن السيد جمال مبارك مرشح ممكن للرئاسة، ما اعتبره البعض دعما رسميا من الدولة لنجل الرئيس، وهو ما يناقض تعهد الرئيس مبارك نفسه في العام 2007 بالبقاء في منصبه حتى آخر نفس. ومنها أيضا تشكل أول جبهة وطنية ضد التوريث بمشاركة عدة أحزاب وقوى سياسية مثل حزبي الغد والجبهة الديمقراطية وجماعة الإخوان وحركة كفاية، وتصاعد الدعم الشعبي لبعض المرشحين المحتملين للرئاسة مثل الدكتور عمرو موسى والدكتور محمد البردعي والدكتور أحمد زويل، رغم أنه إما أنهم لم يؤكدوا رغبتهم في الترشح أصلا أو أنهم لا يستطيعون الترشح لافتقادهم للشروط المنصوص عليها في أشهر مواد الدستور المصري ألا وهي المادة 76. وأخيرا تصاعد الدعوات إلى فترة انتقالية يشرف عليها مجلس أمناء أو جمعية تأسيسية للإشراف على نقل السلطة، ما يعني المطالبة الضمنية ليس فقط بتنحي الرئيس مبارك بل وبتغيير النظام السياسي بأكمله. وتأتي كل هذه التطورات عشية انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم تحت شعار من أجلك أنت، وفي ظل تصاعد حالة من التوتر الغامض والتحذيرات من وقوع مصر في فوضى عنيفة لا قدر الله، وشعور عام بالظلم الاجتماعي لدى 75% من المصريين كما أكدت دراسة حكومية نشرت مؤخرا. فهل بدأت إجراءات نقل السلطة بالفعل في مصر؟ أم أن كل هذا ليس سوى محاولة من المعارضة للشوشرة على مؤتمر الحزب الحاكم حسب تعبير مسؤول أمانة الإعلام في الحزب؟ وماذا يحدث حقا في بورصة خلافة الرئيس؟ وما موقف المؤسسات السيادية في الدولة منه؟ وكيف يمكن أن يؤثر نقل السلطة ليس فقط على الوضع الداخلي ولكن وحسب دراسة إسرائيلية على الشرق الأوسط بأكمله؟ مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا. أنا خالد الشامي، معي هنا في استوديو قناة الحوار الأستاذ محمد عبد الحكم دياب الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ محمد. يعني كما سمعت أنه فعلا في حراك في البورصة وفي أسماء جديدة يقال أنها دخلت، يعني هل فعلا توجد فرصة حقيقية أن هذه الأسماء التي ذكرناها أن هي تدخل السباق وتنافس، أم أن هذا يبقى مجرد يعني أحلام أو حتى أوهام عند الكثيرين؟ هو السؤال يعني أعتقد جوهري لكنه برضو يدعم بسؤال آخر، مدى استعداد هؤلاء لفعلا أنهم يدخلوا هذه المعمعة ويكون لهم فعلا موقف محدد وصارم في هذا الموضوع؟ من وجهة نظري أنا بتصور في نوع من التردد وفي نوع من عدم الحسم في هذا الجانب، يا إما تحسبا لشيء هم يجهلوه، وإما أيضا إن هو كمان مش مستعدين لهذا الجانب. لكن رغم كل هذا إن ده مطروح في البورصة الشعبية نفسها، يعني على مستوى الشارع إن في أسماء مطروحة زي البردعي زي عمرو موسى زي زويل، ورغم كل هذا هذه الأسماء أنا بتصور إنها ممكن ما تكونش هي الأسماء المطلوبة، رغم مع احترامنا الشديد لإمكانياتها وتأثيرها ومواقعها وكل هذا الجانب. ليه؟ لأننا إحنا علينا نسأل سؤال، ما هو المطلوب عشان نقدر نشوف من هو المرشح؟ أنا بتصور المطلوب في مصر ليس تغيير رئيس برئيس ولا تغيير حكم بحكم، إن إحنا وصلنا لمرحلة المطلوب هو تغيير سياسي، أي تغيير النظام السياسي من حالة
موجودة سابقة تتميز بالجمود الشديد وتتميز بانغلاق كامل لكل سبل التغيير إلى حالة لابد من تحريك الأمر نحو التغيير. ولكن عموما في كان انتقادات يعني بالفعل النظام بدأ ينتقد هؤلاء الناس يعني مثلا دكتور مفيد شهاب وهو وزير الدولة للشؤون القانونية قال إن هؤلاء لا يصلحون لأنه مش يعني في إشارة يمكن للبرادع وزويل إنه مش مجرد إن واحد يتفوق في فرع من العلوم معناه إنه ينفع رئيس. الدكتور علي الدين هلال اللي هو أمين الإعلام في الحزب الحاكم كمان قال إن بعضهم يعيش خارج مصر منذ 50 عاما يعني يمكن قصد الدكتور البرادعي. حتى الأستاذ هيكل في حديثه الأخير قال إنه لا يوجد أي من المرشحين يعني الحاليين من هو فعلا يصلح غير المادة 76 طبعا اللي هي تحدد صحيح يعني البورصة الحقيقية مين يعني هل هم موجودين في البورصة الحقيقية ولا لا هي قضية الصلاحية ولا لا هو قضية حق ولا قضية ليست صلاحية. هل من حق هؤلاء في مجتمع ديمقراطي حقيقي أن يترشحوا؟ من حقهم. الأول نفرق بين الجانبين، من حق هؤلاء تماما الترشيح لأنهم فعلا مواطنين تنطبق عليهم كافة شروط المواطنة، وكافة شروط المواطنة تساوي بين الناس ومن خلال هذه المساواة هؤلاء. نأتي من قضية الصلاحية، من يحكم بالصلاحية؟ لا الدكتور مفيد شهاب اسمح لي هو صاحب الحق أن يحكم بالصلاحية لأن صلاحية النظام اللي هو بيعمل فيه نفسه هي نفسها مشكوك فيه. الجانب الآخر أن قضية الغياب والقرب، طيب ما هو اللي بيحكموا مصر حاليا لم يكن فيهم واحد حتى مصري اصلا، ان هم اصلا اطراف كلها تحمل جنسيات اخرى وفي نفس الوقت لا علاقه لهم بالشعب. انت كتبت مقالا بهذا الشان وبالتحديد حول السيد جمال مبارك. طبعا واكثر من هذا انا كتبت بس ايه الدليل على الكلام ده ان هو في عندهم مثلا جنسيه مزدوجه أو؟ لا ده الدليل على كده ما نشر حتى في الصحافه البريطانيه وانا ترجمت مره مقال بالكامل حول ما نشر حول بهذا الموضوع ونشر حتى في القاهره. ايه فحوى هذا المقال يعني إيه؟ فحوى هذا المقال حتى ده هذا المقال بعد تسلم الرئيس مباشرة مبارك السلطة. فحوى المقال بيتكلم عن عائلة مبارك هنا في ويلز وبيتحدث تماما عن العائلة وموقفها وهي بوضعها ايه. فحتى الأسماء البريطانية لها أنا نشرت هذه الأسماء ونشرت تأكيد على أنها تحمل الجنسية البريطانية وحتى أيضا أن هناك الرئيس مبارك له اسم أيضا بريطاني في هذا الجانب. فأنا هذا الكلام طبعا نشير والكلام ده يعني فيه. أنت تشير هنا أنه يعني والد السيدة الفضيلة حرم الرئيس هو من ويلز. مش لا مش والد ده هي والدتها وهي انت عارف بحكم الامور دي كلها تنتقل للايه الجنسيه وانت تعرف القانون في بريطانيا وحتى القانون السابق كان اكثر مرونه من القانون الحالي. تنتقل الجنسيه تلقائيا للايه للاولاد. فهنا مش المشكله حتى في الجنسيه، المشكله في الايه في التوجه نفسه. لأن هو المشكلة الموجودة الآن إذا كانت القضية قضية جنسية ليس ولكن توجد مشكلة في موضوع الجنسية قطعاً. لأن هناك من يقول مثلا الدكتور البرادعي لا يصلح لأنه عنده جنسية أمريكية. طيب. الدكتور زويل نفس الشيء عنده جنسية أمريكية وحتى مستشار أوباما للشؤون العلمية أو ما فبالتالي لا يصلحوا أن هم يكونوا مرشحين ده جانب. الجانب الثاني إلا إذا حصل تطور في القانون المصري واشترط أن اللي بيدخل هذه الحالة أن هو يتنازل عن جنسيته وهذا حق. أنا رأيي في القانون المصري أنه يشترط هذا الشرط بحيث أن بس لا يوجد دليل عندك على أنه السيد جمال مبارك فعلا ما زال أو أنه احتفظ أو أنه هو تجنس في يوم من الأيام بالجنسية البريطانية. لا أنا رأيي أنه هو تجنس بالجنسية المصرية لكن هي البريطانية. البريطانية لكن طب ليه هو لا يعلن نفي هذا ليه لا ينفي هذا الجانب؟ لأنه على الأقل لم نسمع على الإطلاق. ناس كتبت كثيرا يعني على الأقل رجال الأعمال اللي هم يحملوا أكثر من جنسية بعضهم نفى هذا الكلام وإن كان نفيا غير صحيحا لأن في البعض يحمل جنسيات إيطالية وجنسيات كندية ولم يكن النفي غير صحيح. طيب عموما الأستاذ هيكل أيضا في حديثه أشار يعني إلى هذه الأسماء ولكن في إطار أن هي تنفع تكون يعني ينفع يكونوا أعضاء في مجلس أسماء هو مجلس لأمناء الدستور. صح. أنه بحيث أنه بمشاركة أو بإشراف الرئيس مبارك وبتأييد وبحضور القوات المسلحة بحيث أن هذا المجلس يشرف على فترة انتقالية لنقل السلطة. وطبعا كان في الحزب الوطني فرفض فورا هذا الاقتراح وقال أنه هو ينزع الشرعية عن مؤسسات الدولة وغير دستوري بينما هناك من أيد وهناك أيضا من عرض. ولكن واقعيا هل هذا شيء ممكن؟
لا هو قضية إذا كان هناك في أطر تسميها أطر استشارية بالقطع في أمور كثيرة ممكنة، لكن في أطر تنظيمية وفي إطار لابد أنها فعلا تكون إطار أطر قانونية، أنا بتصور محتاجة إلى دراسة أعمق من هذا بكثير. الجانب الآخر قضية يعني ما يطرح الآن عن استقرار مصر وعن المؤسسات، دي قضية على فكرة رأي مضحكة للغاية. لا سبب أساسي، من يتحدث عن المؤسسة هم بيضربوا المؤسسات، وحدي أمثلة على طول. يعني بلد معروف سلطات في الدولة الحديثة ثلاث سلطات، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية. ماذا حدث في السلطة التشريعية؟ تأتي بالتزوير، فأنا رأيي لا تعتبر لأن لا تحمل ثقة الناس أو اللي هي مفترض أنها تمثله. نشوف السلطة القضائية وما جرى لها، سحل القضاء في الشارع، ولأول مرة في تاريخ دولة أن تصطدم مع سلطة من سلطتها بهذا الشكل، أنها تتولى سحل القضاء في الشارع وتتولى التعامل مع القضاء بهذا الجانب. نأتي على السلطة التنفيذية، ما ليست هناك سلطة تنفيذية بالمعنى الحقيقي، والدليل على هذا تصريح مثلا يوسف والي في السابق، أم قال مين قال أن احنا يعني حكومة، ده احنا مجرد سكرتارية للسيد الرئيس. فحتى ناخذ سلطات الدولة نفسها بالمعنى في الدولة الحديثة بالمعنى الدقيق والمعنى الموضوعي، نجد أن هذه السلطات غير موجودة في مصر، وانحصرت كل الأمور في أفراد قلائل، فأصبح الحكم تحول من حكم رئاسي جمهوري إلى أنا أسميه حكم شخصي، لأن فعلا المسيطر على هذا الأمر هو شخص أو اثنين أو ثلاثة بالكثير. طيب. ومن هنا ما تلاقيش قضية حكاية المؤسسات والسلطات والكلام اللي هو يقال، ده كلام أنا متصور أجوف، وكلام حتى اللي بيقولوه أنا متصور غير مقتنعين به. طيب إذا بقينا في موضوع بورصة الخلافة، طبعا هناك أسماء أخرى طرحت، يعني مثلا واحد زي سيادة المستشار محمود الخضيري، وهو شيء واحد يعني من شيوخ القضاة في مصر، واستقال من منصبه مؤخرا كنائب لرئيس محكمة النقد، احتجاجا على ما قال أنه تدخل من النظام في استقلال القضاء. قال أنه مستعد يترشح. كمان في المحامي ممدوح رمزي وهو مستشار للبابا جنودة، قال أعلن عزمه للترشح، ولكن ألا توافق على أنه بدون تعديل للمادة 76 سيبقى كل هذا كلام؟ يعني كلام، مجرد كلام وأحلام. والمادة 76 طبعا يمكن لمن لا يعرفها، رغم أن هي تذكر كثيرا، يعني تشترط أنه يجب أن يكون المرشح 50 واحد، يعني قل المرشح الاستقل يتمكن إزاي من الحصول على 250 نائب؟ دي نقطة. أيضا قضية الحصول على المحليات ومن أكثر من محافظة، يعني مش 14 محافظة، 10 من 14 محافظة، 65 مجلس الشعب، 25 من مجلس الشورى. بالضبط. فأنت لما تيجي تشوف الأمور دي كلها، يعني أنت لما تقول أنا ابن منطقة مثلا من اسكندرية أو البحيرة أو القاهرة أو كذا، ممكن يكون مقبول أن أنت تطلب من المحليات في المحافظة اللي على الأقل اللي أنا محسوب عليه. لكن أن أنت توزعها بهذا الشكل، دي قضية، ده وضع، يعني أنا بتصور وضع هذه المادة هي نوع من الشيطنة، يعني نوع من التعويق غير العادي اللي حطها عقل، فعلا عقل شيطان وليس عقل حقيقي. طبعا هي عدلت مرتين المادة دي، أول مرة 2005 و2007، وهناك مطالبات بتعديلها، ولكن صحيح. النظام يرفض هذا. ولكن نظريا يعني ألا يعني مثلا إذا، ونحن الآن طبعا يعني كما يفعل الكثيرون، نحن كله بيتكلم عن سيناريوهات، ولا أحد ربما يعرف بالتأكيد ماذا سيحدث، ولكن في سيناريو أنه حدث فراغ في السلطة لأي سبب من الأسباب، يعني السياسية أو الطبيعية، هناك من يقول أنه لا بالعكس، هناك من يستطيع أن يحصل على تأييد 250 نائب أو عضو محلي وربما أكثر من هذا، يعني مثلا عمر سليمان اللي هو عمر سليمان مدير المخابرات العامة يستطيع أن يحصل على هذا. هناك من يقول أنه مثلا عمرو موسى ربما يستطيع أن، يعني الأمر يعتمد على الوقت الذي ستجري أو الظروف التي ستجري فيها الانتخابات. هذه اللحظة من الصعب جدا وضع سيناريو لها، لأن اللحظة دي هي لحظة ممكن تبقى لحظة انقلاب في ميزان القوى دوما الناس، ومعروفة تاريخيا، وحندي حتى أمثلة كثيرة جدا في هذا الجانب. لحظة الانقلاب في ميزان القوى لا يستطيع أحد يتحكم فيه، وخاصة أن البلد الآن يعني بتغلي، يعني مرجع الحقيقي موجود، مصر الآن هي بهذا الشكل، فأنت بيحصل تغيير مفاجئ في ظل هذه الظروف، هي دي المشكلة. القلق الشديد
انا مش رايي من الكلام ده، لان الكلام ده انا متصور مش هيبقى له اعتبار في اللحظه دي. القلق الشديد هو قضيه الفوضى. ليه؟ لان الفوضى هذه المره، انا يعني يمكن من سنه كنت اتكلم بلغه مختلفه شويه عن الجانب، لان كنت متصور ان مصر نتيجه الحراك الموجود اصبح هناك عقل موجه ليه للشارع والحركة الوطنية والجهة. لكن حالات العنف الشديدة الآن في مصر اللي في كل المجالات بتخلي الإنسان يقلق، لأن لو فوضى الآن مربوطة بالعنف هذا العقل يمكن لا يستطيع. أنت فعلا تتوقع أنه كما يتوقع كثيرون الآن أنه ستحدث فوضى عنيفة في حال حدوث فراغ في السلطة؟ هي هتحصل فوضى، ولكن القلق أن ظاهرة العنف الموجودة في المجتمع أنها كمان تختطف هذه الفوضى على أساس حتى ترشدها، والاتجاه في أن احنا فعلا تكون يعني حالة من حالات العصيان أو حالة من حالات التغيير أو تدخل قوة، هو القلق الحقيقي من تحول الفوضى دي إلى عنف. ولكن طبعا الحزب الحاكم يرد على هذا بأن مصر دولة مؤسسات، أنا شايف إن والانتقال السلمي يعني دايما للسلطة كان هو من كتير على الحزب الحاكم، وأنا رأيي هو غير موجود. معناش احنا لازم نطرح وجهة نظرهم لأنه معناش حد منهم يعني يتقال مجموعة رجال الأعمال، يتقال المجموعة الحاكمة، لكن فعلا حقيقة حكاية حزب حاكم دي أنا رأيي بتعتبر بالنسبة للسياسة نكتة كبيرة بالنسبة لمصر وغير مصر يعني. طيب ينضم إلينا الآن الأستاذ جورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية. أهلا بك يا أستاذ جورج. أهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا أنت يعني أيدت وتشارك في ما يعرف الآن بالحملة الوطنية ضد التوريث اللي كان اسمها ما يحكمش، بعد كده غيرته أو لغيته الاسم يبدو. يعني هناك انتقادات أساسية لمثل هذه الحملات، وهي أنها يعني بصراحة جزء من حالة تشرذم. يعني الآن المعارضون للتوريث يمكن عندهم 8 من سواء جمعيات أو جماعات، في حالة تشرذم. حتى يعني حتى هذه الحملة يعني قاطعها حزبان رئيسيان مثلا هما الوفد والتجمع. وبصراحة هناك من يقول أن دائما هناك يعني مصالح شخصية أو صراعات شخصية في هذه الحملات. ما رأيك؟ أنا رأيي أن الأحزاب السياسية عندها أجندتها الخاصة ولا تشارك في هذه الأمور، ولكن مثلا حزب الجبهة مشارك معنا في هذه الحملة. أنا عايز أعرف إنه مثلا من ضمن الشروط التي نشترطها لانضمام لجنة التوريث إن ما فيش حد من أعضاء هذه اللجنة يبقى عنده طموح أو إنه عاوز يرشح في الانتخابات القادمة، اللي هي مستحيلة بوجود المجلس 70 ومساليبها الفظيعة جدا اللي بيقول عليها دايما الدكتور يحيى الجمل إنها جريمة سياسية، إن محدش هيقدر يرشح نفسه. فحكايه انه لهم مقارب شخصيه، مين له مقارب شخصيه؟ احنا بنشترط ان اللي ينضم الى هذه الحمله لا يرشح نفسه في الانتخابات القادمه، هذه واحد. الاخرى انه اذا لم تتغير الماده 76 بشكل يعني تتيح الفرصه للمستقلين ان يرشحوا نفسهم، كل التوقعات اللي بتقولها المعارضه في الساحه دلوقتي غير قابله للتطبيق، لان الشروط المجحفه التي تضعها الماده 76 للترشيح لا تسمح لاحد ان يرشح نفسه. ولذلك احنا مطالبنا الاساسيه ان احنا اولا عايزين دستور جديد، واذا ما كانش في دستور جديد فاحنا بنطالب بتعديل 76 و77 و80 حتى ان يبقى فيه يعني بشاعه الانتخابات، يعني ما بنطمحش قوي ان الانتخابات تبقى انتخابات نزيهه، لان احنا لينا شروط عشان نخش هذه الانتخابات. اظن طبعا لا للتوريث دخلت في هذا الموضوع، انه نشترط انه يبقى في قوائم حديثه للناخبين، مش حكايه تنقيه الجداول. تنقيه الجداول ده موضوع ينسوه، لان مفيش حاجه اسمها تنقيه جداول، في حاجه اسمها قوائم جديده للانتخاب حسب الرقم القومي. احنا بنطالب باشراف القضاء على الانتخابات، نحن نطالب برقابه دوليه على الانتخابات، نحن بنطالب بانتخابات شفافه وحقيقيه. ها اذا توفرت هذا نفكر بقى مين بقى يجي في الانتخابات. لكن يا استاذ جورج، يا استاذ جورج، يعني حاله التشرذم ليست فقط في معارضه التوريث، ولكن هي موجوده في المعارضه بشكل عام، ولهذا انتم كمعارضه عاجزون عن الاتفاق على مرشح موحد. وحسب ما صرح
الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الحاكم مؤخرا أنكم تستطيعون إذا أردتم يعني أنكم تتفقوا على مرشح موحد للمعارضة، هذا المرشح ينضم الآن يعني إذا لم يكن بالفعل في الهيئة العليا لأحد الأحزاب يستطيع أن ينضم الآن للهيئة العليا لأحد الأحزاب، وبالتالي في عام 2011 يكون مؤهلا حتى حسب المادة 76 كما هي الآن يكون مؤهلا لخوض الانتخابات، وبالتالي إذا كان فعلا يحظى بدعم شعبي واسع حتى إذا كان هناك محاولات للتزوير فهو المرشح الذي سينجح. فالمشكلة ليست في الحزب الحاكم، المشكلة فيكم طيب. أنتم كمعارضة مشرذمة. طيب أنا عايز أرد على حضرتك إن إحنا دلوقتي بصدد بقالنا دلوقتي حوالي 6 شهور بصدد تشكيل حاجة اسمها ائتلاف المصريين من أجل التغيير. هذا الائتلاف بيحاول قدر لغاية دلوقتي بيحاول قدر الإمكان إن هو يضم كل حركات المعارضة في معارضة واحدة. وفعلا تنبهت المعارضة حاليا إنها متشرذمة زي ما أنا بعترف. يعني ان المعارضه فعلا متشرذمه، ولكن كل الجهود التي تجرى في الساحه الان لجمع المعارضه كلها في ائتلاف واحد. واحنا طبعا ما فيش شك انه لما تجتمع المعارضه كلها في ائتلاف واحد هنشوف مرشح وحيد هنبقى كلنا وراه. طيب يا استاذ جورج، بس حتى اذا اجتمعتم يعني هناك من يقول بصراحه انتم في واد والشعب والشارع المصري في واد اخر، وايضا حسب الحزب الحاكم انه لو اي حد نزل الشارع المصري وسال الناس بشكل عشوائي محدش هيقول له ابدا انه موضوع التوريث يعني ابدا هو ضمن الاولويات، يعني الناس مشغوله باشياء اخرى بدءا من لقمه العيش إلى مباراة مصر والجزائر، وليسوا مشغولين أصلا بموضوع التوريث، فأنتم نخبة معزولة أصلا سواء اتفقتم أو اختلفتم. إحنا أنت محق في هذا، بس إحنا مش معزولين قوي. ولذلك من هنا يعني ابتدينا ننظم حملات لنزول إلى الأقاليم لشرح وجهة نظرنا. فعلا المسألة عايزة جهد وعايزة الناس تنتقل، وأنا شايف إن أيمن نور بيلعب دور رغم كل التحفظات اللي بتتقال عليه، بيلعب دور إيجابي جدا في هذا المضمار وبيتقابل مع الناس وبيروح إلى الوجه القبلي، إحنا بالظبط هو ده المخطط اللي إحنا بنفكر فيه حاليا، إنك أنت إزاي تنتخب الناس خارج القاهرة وخارج الانشغال بلقمة العيش وبماتش الجزائر، أنا أنت محق تماما في هذا، ولذلك مطلوب من المعارضة أن تبذل جهدا أكثر وحركة أكثر. طيب استاذ جورج خليك معانا فاصل سريع وسنكمل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. الحوار أبعاد لا تنتهي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا، نناقش اليوم الحراك في بورصة خلافة مبارك الرئيس مبارك، ومعي في الاستوديو الاستاذ محمد عبد الحكم دياب الكاتب الصحفي، وعلى الهاتف معنا الاستاذ جورج اسحاق احد مؤسسي حركة كفاية. استاذ محمد، كما سمعت انه يعني رئيس الوزراء اعلن انه السيد جمال مبارك مرشح ممكن للرئاسة، ما معنى هذا في رأيك بالنسبة لسيناريو التوريث؟ هو اعتقد هو تقرير واقع لاكثر من سبب. السبب الاول من يحكم مصر حاليا؟ جمال مبارك هو اللي يحكم مصر، الحكم المباشر الان هو بيد جمال مبارك، فعندما يقول هذا هو تمهيد لعمليه الاخراج، وهي المازق الان ليس في قضيه من المسؤول ومن صاحب السلطان في مصر، هي القضيه في قضيه الاخراج، كيف يخرج هذا، وهذا المأزق الجاري. فقضية التصريح أحمد نظيف أنا بتصور أنه يعني هل ممكن يكون يعني نوع من الضغط على الرئيس أنه يعجل بهذا السيناريو حتى لا يحدث فراغ في السلطة، وبالتالي يكون في مفاجآت بقى أنه الجيش يتدخل أو غير الجيش؟ إن الشخصيات اللي بتحكم أو في الوزارة ما نستطيعش نقول أنها تضغط على السيد الرئيس،
ليه؟ لانها ما عندهاش كرجال اعمال كدوله رجال اعمال. رجال اعمال ممكن يضغطوا مش من خلال رئيس الوزاره، يضغطوا بشكل اخر، لان رئيس الوزاره في اشكال اخرى اعلاميا مثلا. هناك وسائل اعلام الان يعني تبرز اخبار السيد جمال مبارك وكانه اصبح الرئيس فعلا. صحيح صحيح، هو الرئيس الفعلي، هو فعلا هذا الجانب. لكن رئيس الوزراء وخاصه رئيس الوزراء عندنا وظيفه يعني مش وظيفه بالمعنى الدستوري الحقيقي، مش رئيس وزراء بمعنى ايه؟ ليه؟ لان النظام الرئاسي بيبقى ده نوع من الزياده فقط، مساعد للرئيس، وليس الرئيس الفعلي، مش سلطه تنفيذيه بمعناها الحقيقي، بحيث ان احنا نعول على هذا الكلام. وهذا الكلام ان لم يكن بالتنسيق مع رئيس الدوله في استحاله ان يقول. ومن هنا قضية الضغط وقضية ان هو فعلا ضغط رجال الاعمال، انا بقول رجال الاعمال بيضغطوا في جوانب اخرى، سواء في الجوانب الاقتصادية او في الجوانب الاعلامية، لانهم الان يملكوا امبراطوريات اعلامية كمان، مش بس في خلال الصحف والفضائيات، وايضا الجانب الرئيسي في قضية السوق نفسه. طبعا. إدارة السوق نفسه في المجتمع. طيب يا أستاذ جورج، كما سمعت الآن يعني طبعا عايز رأيك في موضوع في تصريح السيد رئيس الوزراء، بس كمان يعني أنه كما تفضل أستاذ محمد أنه هناك من يقول أنه التوريث حدث بالفعل، والسيد جمال مبارك يمارس مهام الحكم، وعندما يذهب إلى المحافظات يصدر قرارات لا يصدرها يعني إلا رئيس وزراء أو حتى رئيس جمهورية، يعني يعطي هذه المحافظة كم مليار وتلك المحافظة كم مليار، يعني كل التوريث حدث، وكل ما تفعلونه الآن وكل ما تقولونه في رأي البعض ربما لا يكون أكثر من يعني تحصيل حاصل ولا تأثير عملي له. أنا بس في البداية ما كنتش عارف إن عبد الحكم موجود، أنا بحييه بس بداية. شكرا. وعايز أقول إنه أنا عايز أثني على كلامه اللي قال إن رئيس الوزراء ما هو إلا موظف، مش بس موظف، هو سكرتاريا. يعني هم قالوا كده، دول سكرتارية الرئيس بموجب الدستور، مش حاجة يعني فيها تزايد. الحاجة الثانية إنه كان زي ما قال الأستاذ عبد الحكم إنه جمال مبارك يحكم فعلا بالفعل، ولذلك نحن في حركة كفاية بصدد مع مستشارينا القانونيين بصدد رفع دعوة ضده، إزاي بيتصرف بهذا الشكل السياسي وهو لا يمثل أي موقع سياسي في مصر حاليا. يعني دي عايزه تساؤل كبير قوي، ولذلك نحن يعني بصدد مع مستشارينا القانونيين بنسال هذه المساله، كيف ياخذ هذه الصلاحيات وهو ليس عضوا في الحكومه او الى اخره. الحاجه الثانيه انه ما صرح به الدكتور نظيف هذا كلام يعني طبعا للتسويق او لفتح الشهيه للاخرين، ولكن ما فيش شك انه حصل يعني شرخ في حكايه مين بديل، لانه دلوقتي في الساحه في اسماء كثيره مطروحه، وانا مستعد اعد لك 20 واحد سياسيين وناس على مستوى عالي جدا وعندهم يعني رغبه للترشيح في الانتخابات القادمه. فالحكايه مش تحصيل حاصل، الحكايه انك انت بتتكلم في هذا الموضوع قبل سنتين من انتخابات الرئاسيه، فانت بتعمل حراك داخل المجتمع المصري. ما فيش حاجه بتحصل في مصر ما يبقاش ليها رد فعل، حتى لو رد فعل بطيء، ولكن انت بتحاول انك انت توعي الناس، تحفز الناس، تخلي الناس تفكر اكثر. ما بقاش ابدا اطلاقا الناس بتفكر بالطريقه التقليديه القديمه ان ما فيش فايده، ان هو ده اللي هيحصل. ده كلام غير صحيح. طب ايه هو رد الفعل اللي حصل؟ طب انت يعني انت نفسك تقول انه السيد جمال مبارك يتولى او يمارس مهام الرئاسه، ايه هو رد الفعل؟ لم نرى اي رد فعل في الشارع المصري لهذا. لا، الشارع المصري دلوقتي في حالة ترقب. الشارع المصري مستني ماذا سيحدث في المستقبل، ها؟ بس هو مش قابل ده ببساطة، واللي بيقول إنه لو تنزل الشارع تقول إن الناس مش مهتمة، لا، ده كلام مش صحيح. يبقى الناس ما تعرفش إن الشعب المصري. اعمل كده عينة عشوائية وانزل اسأل الناس ايه رايكم في التوريث، ايه رايك؟ مفيش ولا مظاهره طلعت ضد التوريث، كل المظاهرات عايزه رواتب ومظاهرات، يعني كلها مطالب فئويه وليست سياسيه. يا استاذي، ايوه انت عندك حق في هذا، انه التغيير، انت في ناس مطلقه السياسه بقى لها 50 سنه، جاي دلوقتي تقول لهم تعالوا شاركونا في الموضوع، المساله هتاخد وقت، التغيير هياخد وقت، التغيير ماشي بس ببطء. لكن الناس لو انت تتفرج على مصر سنه 2004 وتتفرج على مصر سنه 2009 و2010،
مفيش شك ان الدنيا بتتغير بس ببطء شديد. لكن تكلمني على اين المظاهرات واين البتاع في وسط القمع والضرب والقبض والبتاع، هتلاقي الناس برضه يعني بتعمل المسائل ده بسهوله. يعني طب ايه السيناريو يعني انتم كمعارضه يا استاذ جورج، ايه السيناريو اللي انتم ترجحوه؟ يعني الى اي، ما هو السيناريو اللي هيحصل حسب رايكم او حسب يعني ما تعتقدون بنصيحتي؟ رؤيتنا بتقول ان احنا نفسنا في سنتين فتره انتقاليه يختار يعني ينتخب فيها رئيس جمهوريه، بس يكون مدته سنتين. في هذه السنتين تبقى في حكومه ائتلافيه تبقى موجوده في الحكم وتختار هيئه اساسيه لوضع دستور جديد، وبعد سنتين تكون مصر ابتدت يعني تنتعش شويه، نعمل انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه. هو ده اللي احنا بنطالب بيه كمعارضه دلوقتي. ولكن ماذا، انا قصدت ما سيفعله النظام؟ يعني هل الرئيس مبارك سيترشح لفتره جديده؟ هل سيترشح جمال مبارك؟ يعني ايه هو خطه النظام؟ أنا عندي في رايك؟ انا عندي قناعه، اذا ربنا ادى للرئيس مبارك عمر لغايه 2011 سوف يتقدم للترشيح. دي قناعتي انا شخصيا. طب بسرعه اخر سؤال يا استاذ جورج، البابا شنوده، قداسه البابا شنوده اعلن اكثر من مره ترشيحه وتأييد الشعب المصري كله لجمال مبارك. انت مصري وطني طبعا ولكنك ايضا مسيحي كاثوليكي، يعني لا انا مش كاثوليكي على فكره والله. طب مسيحي يعني انا تبع البابا شنوده مباشره. طيب عموما يعني ما رايك في هذا الكلام؟ انا البابا شنوده رئيس الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه على عيني وراسي واحترمه وزعيمي الروحي، لكن انا مختلف معاه تماما ان هو يتكلم باسمي انه بيرشح فلان او يؤيد فلان او كده. كمواطن مصري من حقه يعمل ده، لكن كانه يتكلم باسم المجموع انا برفض ده تماما، وانا محتج فعلا على هذا الكلام، لان ما حدش وكله مع احترامي وتقديري له انه يتكلم باسمي على الاطلاق. شكرا جزيلا استاذ جورج اسحاق احد مؤسسي حركه كفايه، استاذ محمد عبد الحكم دياب. كما سمعت يعني انه بصراحه هناك غموض في موقف المعارضة، والحديث عن فترة انتقالية كثيرون يقول أنه غير واقعي. في ظل هذا إيه هو السيناريو الواقعي المرجح في رأيك؟ هو يعني هو علينا يعني فعلا نقدر بعض الامور اللي هي تخلينا فعلا ندفع في اتجاه سيناريو، لان هو سيناريو محدد الان ممكن الدفع في اتجاه بلورة سيناريو. يعني انت ما تشوف الفراغ السياسي اللي تعاني منه مصر، فراغ شديد، وفجاه الناس مطلوب منها انها تلعب دور. الجانب الاخر سوريه الاحزاب، فحتى الاحزاب نفسها لا تستطيع ان تملا هذا الفراغ. يعني عندك مشكله في مصر عويصه جدا ان حتى الاحزاب المعول عليها ان تملا هذا الفراغ ما لهاش في الموضوع مطلقا. يعني الجانب الاخر قضيه توحش الامن وايضا اللي عامله في البلد، فمن هنا ما بيجري من حراك انا بتصور ان هو مقدمه، يعني على رغم كل هذه الظروف الصعبه انا بتصور انها مقدمه صحيحه وارهاصات حقيقيه انها تتجه في نحو بلوره الامم. بلوره سيناريو انا بتصور ان هي عمليه شديده التعقيد لاكثر من سبب. هو مين من حقه الان بلوره سيناريو؟ قوه تكون لديها اليات، هذه الاليات تفرض بها سيناريو. هذه القوى اللي لديها اليات مش موجوده لحد هذه اللحظه. في جماعات جديده، جماعات كفايه وجماعات الاخرى الجديده موجوده، لكنها لا تملك اليات في مواجهه نظام بهذا الحجم وبهذه الضراوه. فيبقى هنا لكل دي افكار، يعني نقدر نستطيع نقول المطروح في الساحه الان وفي السوق الان هي مجموعه افكار تبعث في اتجاه ده. لكن اذا تبلور ان فعلا الناس دي استطاعت انها فعلا تتوصل الى اليات معينه، كان ايه؟ كان يفرض شيء، يعني يبقى في مثلا نوع من حاله من حالات يعني الاضراب السلمي او شيء، بحيث ان الناس تاخذ موقف محدد وتبدا تفرز شيء، لان دون افراز هذا الشيء في استحاله ان انت يعني يبقى في شيء تعبير، يعني زي مثلا حتى ثوره 19 حصل افراز لهذا الشيء من خلال الشارع والدور اللي قام بيه الشارع. هل ده له ملامح قريبة؟ أنا بقول هناك خطوات على الطريق، لكن ملامحه الكاملة ما أعتقدش أنها تبلورت يعني.
طيب معنا دلوقتي الاستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير مجله القاهره. اهلا بك يا استاذ صلاح. اهلا بك. عايز اسالك على برضو نفس الشيء، يعني مدى واقعيه ما طرح من اكثر من شخصيه منهم الاستاذ هيكل حول فتره انتقاليه وتشكيل مجلس امناء، هذا المجلس يشرف على يعني اما تعديل الدستور او يعني حتى كتابه دستور جديد، وانت خبير في موضوع الدستور ومؤرخ في هذا الموضوع، يعني مدى واقعيه ولماذا رفض الحزب الحاكم هذا الاقتراح من برمته؟ يعني هو طبعا الاقتراح رفضه الحزب الحاكم لانه يمكن الحيثيات اللي مهد بيها الاستاذ هيكل للاقتراح بدت في وجهه نظر الحزب الحاكم انها بتنطوي على نظره متشاؤميه جدا للوضع الحالي، وتقييم من وجهه نظرهم تقييم غير منصف للوضع الحالي، فضلا عن انه طبعا اشار الى انه عدم الاخذ بهذا الاقتراح او بمواثله يهدد مصر بانها تسقط في الفوضى وتنتشر فيها نوع من الفوضى وعدم الاستقرار. فاعتقد ان الحيثيات هي التي اثارت يعني الجدل والضجيج اكثر مما اثاره الاقتراح نفسه، لانه اقتراح زي ما سمعنا دلوقتي الاستاذ جورج اسحاق يعني شويه ليس بعيدا عن الاقتراحات اللي كانت بتقترحها حركه كفايه، ليس بعيدا عن الاتجاهات الاساسيه اللي كانت في حركه الاصلاح المصريه، لاننا منذ البدايه كان هناك خلافات، كان في ناس رايها ان الدستور الحالي دستور اللي هو قام على الجمهوريه المختلطه بين الجمهوريه والرئاسيه، دستور قابل للبقاء مع بعض التعديلات الطفيفه، وناس اخرين رايهم لا، هذا الدستور غير قابل للبقاء ولا بد من تغييره تغييرا جذريا. وفي داخل التغيير الجذري في اتجاهين، اتجاه بيقول عايزين جمهوريه رئاسيه ديمقراطيه على النمط اللي موجود في امريكا، وناس اخرين بيقول لا عايزين جمهوريه برلمانيه. فدائما الاصلاحيين المصريين على اختلاف، حتى انا لاحظت دلوقتي في الكلام اللي بيقوله الاستاذ جورج انه في السيناريو اللي بيطرحه مختلف شويه عن السيناريو اللي كان طرحه الدكتور عبد الحليم قنديل، واللي بيبتدي واشار شويه الاستاذ الدكتور عبد الحكم الى 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 يعني ايه نموذج منه، انه فكره ان احنا نبتدي الاول بصيام مدني وبعدين حكومه مؤقته وبعدين تعمل انتخابات جمعيه تاسيسيه وبعدين تحط دستور وقوانين انتخابات وتجري الانتخابات رئاسيه وانتخابات تشريعيه. طيب. ونسلم الصوت. ولكن بالنسبه للماده، معلش خليني اسالك على الماده 76 لان هذه مسار جدل واسع الان. هل رايك انها يعني كما تقول المعارضه لا تسمح يعني اصلا باي تنافس حقيقي على خلافه الرئيس، حتى يعني شخصيات وطنية لها شعبية مثل عمرو موسى وغيره لا يستطيعون أصلا دخول السباق، وبالتالي يجب تعديلها لأنها مفصلة بصراحة يعني على مقاس السيد جمال مبارك، أم أنه كما يقول الحزب الحاكم أنه هناك وسائل يعني يمكن لأي شخص أن يدخل في السباق؟ لا، هي من جهه ان هي مفصله على مقاس مرشح الحزب الحاكم سواء كان هيكون جمال مبارك او هيكون غيره، فهذا صحيح، يعني بمعنى انها تستغل الاغلبيه الكاسحه التي بيحققها الحزب الحاكم في الانتخابات، والتي يرجح انه سيحققها في انتخابات 2010 ايضا، لكي تسد الابواب امام الاحزاب السياسيه الاخرى التي لا وجود شرعي لها او التي لها وجود شرعي في ان هي ترشح، ولذلك فيها الجزء الخاص باستثناء قيادات هذه الاحزاب اللي تحصل على مقعد واحد في البرلمان في خلال الانتخابات القادمه وربما الانتخابات اللي بعدها في 2017. فهي الماده سيئه جدا، ولذلك انا رايي انه الاقتراح العملي، وانا لسه قايله امبارح في تعليق على خاص باقتراح الاستاذ هيكل، اكثر الاقتراحات عمليه في تقديري هو اننا نضغط في خلال السنتين القادمتين باقصى امكانيه من الضغط لتعديل مادتين حاكمتين في الدستور اللي هم الماده 76 بحيث توسع نطاق المتنافسين على منصب الرئاسه، والماده 77 اللي هي الخاصه بمدد الرئاسه بحيث تكون مدتين لا اكثر، يعني 12 سنه، وبالتالي حتى لو حدث يعني السيناريو الذي يخاف منه البعض وانه وهو في الاغلب هو الذي سيحدث، اما انه مرشح الحزب الوطني او الرئيس مبارك نفسه
وده يمكن احسن الاختيارات، انه يجي مرشح اخر للحزب الوطني او يجي السيد جمال مبارك، واللي بيعترضوا على ذلك يبقى على الاقل ضبطنا الامور في اطار مدتين لا اكثر. ولذلك يعني الهدف في تقديرنا 76 و77 خلال السنه القادمه ضغط مكثف ومطالبات لانه يتم تعديلهم بحيث بالاتجاه اللي احنا بنطالب به، ونكتفي بهذا المكسب يعني ايه في هذه المرحله الى ان تنهض الحركه الجماهيريه اكثر وتتبلور الاحزاب. طيب. اكثر عموما يعني الضغط في هو طبعا الحكومه والنظام اعلن يعني بشكل واضح رفضهما لتعديل هاتين المادتين، والمطالبات كانت وما زالت يعني موجوده، ولكن انت ايدت ضمنيا يعني ان فعلا الماده 76 عدلت مرتين لتكون على مقاس جمال مبارك ولتأييد أو لتفعيل. انا ما قلتش مقاس جمال مبارك، على تفعيل سيناريو التوريث يعني انها ستكون مرشح الحزب العام، وهو السيد جمال مبارك يعني كما قال السيد رئيس الوزراء نفسه. لا برضه حتى هذه اللحظه عشان بس ايه ندقق المعلومات، حتى هذه اللحظه وتبقى الكلام اللي قاله عماد أديب، وعماد أديب يعني مطلع بشكل كافي وقريب من دوائر اتخاذ القرار، وامبارح كان بيتكلم في الأوربت واتكلم بوضوح، يعني هذا موضوع ليس محسوم، لو كان محسوم ما كانتش المشاكل اللي حصلت بتحصل الآن. لو أن هناك قرار بأنه جمال مبارك الذي يترشح، طيب. هذا الموضوع في حدود ما هو متيسر من معلومات حتى الآن هناك تعتيم كامل عليه. يعني رأيك أن الرئيس مبارك بعد سنتين لما يكون عمره إن شاء الله 83 سنة ما زال ممكن يترشح لست سنوات جديدة، وبالتالي يبقى في الحكم حتى يصبح عمره 89 سنة؟ على أي الأحوال، على أي الأحوال هذا احتمال. احنا بنتكلم، انت بتقول يعني انا بكلمك على الاحتمال. هو نفسه الرئيس مبارك أعلن بأنه ما زال مبكرا حتى الآن ان هو يقرر ان يخوض المعركه الانتخابيه القادمه او لم يحققها. هو هذا الكلام قاله رئيس الوزراء، لم يقله الرئيس مبارك. ما قاله الرئيس مبارك انه سيبقى حتى اخر نفس، هذا التصريح اصدره في فبراير 2007. لا هو برضه الكلام اللي قاله رئيس الوزراء النهارده، قال الرئيس مبارك ما خدش قرار بالترشيح، وكمان مرشح ممكن ممكن يعني طيب. التصريحات فيها ايه يعني ايه وضع الامكانيه، ولكن لا عموما الاستاذ عماد الدين اديب حضرتك استشهدت بيه، وفي نفس الحديث اللي اشرت اليه ايضا قال بصراحه شديد ان هو خايف جدا انه يحصل فراغ في السلطه، وساعتها فعلا ممكن يحدث يعني تحدث فوضى عنيفه وفظيعه في مصر. في رايك اذا حدث هذا، وهذا طبعا شيء وارد، الاعمار بيد الله، ماذا سيحدث في مصر في حاله حدوث فراغ في السلطه فجاه؟ يعني انا مش لست مع المتشائمين الذين يقولون هذا، لست مع ما قاله الاستاذ هيكل فيما يتعلق بالمخاوف المبالغ فيها، ولا بما قاله عماد اديب. وانا في تقديري ان ده نوع من القلق مشروع، هو قلق مشروع بانه يحدث حاجه غير متوقعه، لكن انا بنطلق في تقديري للامور انه الشعب المصري لديه حس حضاري يعني متوارث بالحفاظ على الاستقرار، وإدراك في اللحظات اللي حصل، لما حصل الرئيس عبد الناصر الله يرحمه رحل فجأة، لما حصل إن السادات اغتيل فجأة، في هذه اللحظة بيبدو حس شعب ينتمي لحضارة نارية. يعني هل الشعب سيقبل جمال مبارك يعني؟ وإيه مين اللي جاب سيرة جمال مبارك دلوقتي؟ ما هو المرشح الأبرز، مفيش حد، لا أحد في الحزب الحاكم يجرؤ على الترشح أصلاً. يمكن حسين طنطاوي، ما يمكن عمر سليمان. الله، ما يمكن ففي ناس كتير، ما هي المشكله الاساسيه احنا بنتكلم دلوقتي على جمال مبارك كما لو انه قد. طيب يعني رايك انه الجيش ربما يتدخل اذا حدث فراغ في السلطه؟ لا، هيحدث. الدستور سيطبق كما طبق حين رحل عبد الناصر، وكما كما طبق حين رحل السادات، وهيتجر انتخابات تنافسيه. الشيء المؤكد في مثل هذه الحاله، وحتى في الحاله اللي بيقترحها سواء كان عماد اديب او هيكل، الشيء المؤكد في مثل هذه الحالة أن مرشح الحزب الوطني أيا كان اسمه سيظل الأوفر حظا في أنه هو يفوز برئاسة الجمهورية لدورة أو دورتين قادمتين.
الى ان تنشط الحركه الجماهيريه وتتنظم الجماهير بشكل، لان احنا عندنا حركات حركات حراك سياسي قوي بتاع، لكن اساسا الشعوب التي تحسم الامور هي الشعوب المنظمه والواعيه. هذان عنصران ما زالا غائبين عن الساحه السياسيه المصريه. شكرا جزيلا استاذ صلاح عيسى رئيس تحرير مجله القاهره. استاذ عبد الحكم دياب في نفس هذا السيناريو، هناك فراغ في السلطه، وقال ان ربما يكون حسين طنطاوي اللي هو وزير الدفاع او عمر سليمان مدير الخبرات او جمال مبارك، في رايك فراغ السلطه هل سيستدعي تدخلا عسكريا ام لا؟ هو حاله التدخل العسكري انا بتصور لها شروط، ما اعتقدش بس الفراغ. ليه الفراغ؟ لا فعلا لو هناك فعلا بناء دستوري حقيقي زي ما قال، لكن هذا البناء الدستوري مش قائم اصلا لسبب اساسي، ان في السابق كان هناك على الاقل لم يكن هناك نائب رئيس جمهوريه كان رئيس مجلس الشعب يتولى هذا الجانب بصفه مؤقته. حاليا رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء موظف وايه ومالوش هذا الوزن لا التشريعي ولا الوزن الاخر، ما كان فيه نائب بحيث ان وراه مؤسسات وراه ده الجانب ده منتهي تماما، بحيث ان احنا لا نستطيع نراهن على احمد نظيف ان هو يكون على الاقل هذه القياده المؤقته اللي لحد ما تمر الامور بسلام او كما تمر. هتبقى هنا في مشكله اساسيه، متى تتدخل القوات المسلحه؟ ودي وجهه نظري طبعا، انا ما بتكلمش ان في شيء جازم، دي كل احنا بنتكلم عن احتمالات، بس الاحتمال الارجح القوات المسلحه ستتدخل في حاله الارتباك، في حاله الفوضى لابد انها تتدخل على الاقل لضبط الامور في المرحله الاولى، وبعد ضبط الامور يبقى لكل حادث حديث. يعني ايه ضبط الامور يعني؟ يعني افترض ان فعلا الفراغ ادى الى فوضى، والفوضى فعلا خدت هذا الجانب، حفظ الامن في الشارع لكن ليس يعني التقدم بمرشح مثلا. يعني انا بتصور انها على الاقل كل الملامح لحد هذه اللحظه المؤسسه العسكريه بتنأى بنفسها عن هذا الجانب، ولكن الشارع نفسه والنخب نفسها بتطرح انها تكون لها حضور، والحضور ممثل في اثنين، الجانب الاول اللي هو عمر سليمان ووجوده في البورصه الموجوده، وهذا الرجل تقريبا الان اهل لهذا الجانب من ناحيه ان هو علاقاته بالولايات المتحده، علاقاته باسرائيل، علاقاته بالعمل الداخلي، علاقات امور كثيره جدا فتدي له هذا الجانب، وده يمكن لا يثير قلق كثير. لكن ايضا الطرف الاخر اللي هو بقى في قضيه اقتراح الاستاذ هيكل، اللي هو دخول المؤسسه العسكريه عن طريق ممثلها اللي على عن طريق راسها اللي هو المشير طنطاوي. بمناسبه الاستاذ هيكل، يعني اذكر احنا كنا نتحدث مع الاستاذ هيكل قبل سنوات ومره، وفاكر قال لي انه يعني اعترض على موضوع التدخل العسكري لانه قال انه الجيش هو بالفعل في السلطه، الجيش موجود في السلطه بالفعل، وبالتالي ما فيش تدخل، هو الجيش الموجود وهو من سيقرر ماذا سيحدث. ربما في الوقت ده هذا الكلام صحيح، لكن في الآن لا، هذا الكلام غير صحيح. الجيش مش في السلطة، جمال مبارك اللي في السلطة، ما احنا لازم كمان نرى الصورة على حقيقتها. اللي في السلطة يعني جمال مبارك في السلطة تحت غطاء والده اللي هو لا 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 ممثل المؤسسة لا الآن العسكرية. لا انتقل نقلة أخرى، ده أنا رأي جمال مبارك الآن في مواجهة والده عن طريق رجال الأعمال، لأنه هو ممثل الآن للكارتل الجديد، للتراست الجديد اللي هو بيحكم مصر، هم ممثلهم الحقيقي. ولكن هذا كلام معناه أنه إذا اختفى الرئيس مبارك لأي سبب من الأسباب لا قدر الله، انه السيد جمال مبارك سيبقى في السلطه، لانه لا ما هو ممكن يبقى في السلطه او يصطدم مع الجو الجديد، يعني يحصل صدام لانه عنده هذا الجانب. وعشان كده انت ما تشوف تصريحات جمال مبارك الاخيره، تصريحات يعني فعلا ملفته للنظر، يعني ما يتكلم عن عداله توزيع الاستثمار، اول مره في تاريخ السياسه المحلية والإقليمية والدولية أن يتحدث أحد عن عدالة توزيع الاستثمار، مش عن العدالة الاجتماعية، مش عن العدالة بشكل آخر، شيء جديد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن دي قوته الحقيقية، أن حتى لم يكتفوا بما حصلوا عليه، أن هم كمان يطمعوا في المزيد. طمع في المزيد ده محتاج التشبث بالسلطة والتمسك بالسلطة. طيب ما تقول المعارضة من أنه هناك معارضة يعني أو رفض واسع في بين يعني صفوف الشعب المصري لجمال مبارك؟ وهذا أيضا على فكرة قالته دراسة إسرائيلية صدرت مؤخرا، أعدها تسيفي مزائيل اللي هو كان سفير إسرائيل في مصر وهو أصلا رجل مخابرات، يعني قال بالنص أن هناك معارضة شرسة معارضة شرسة لجمال مبارك في الشارع المصري. ولكن بصراحة لا نرى دليلا على هذا، الرجل يذهب إلى المحافظات والقرى والناس يخرجون إلى استقباله، ولا توجد أي مظاهرة شعبية كده عفوية طلعت إن إحنا ضد جمال مبارك، لم نرى هذا. لا هو المشكلة مش قضية لا في المظاهرة، وده المشكلة
قضية الرفض في ذاتها. القضية الرويدية اللي أنا بستغرب له، أنا بتصور إن إحنا أمام ظاهرة فقدت الحواس، يعني عادة في حواس لكل البشر وللمجتمعات نفسها، في حاسة السمع والشم والتذوق والحاجات دي كلها. أنا بتصور إن هذه الحواس كان لها مفتاح. أنا بتصور إذا هناك رفض بهذا المستوى الإنسان يريح نفسه ولا يتقدم لهذا العمل، بحيث ان اذا تقدم له هيعاني من هذا الرفض حتى لو ايه لو فرض فرضا. فالشخص المرفوض لابد ان يرتاح ويريح في نفس الوقت، بحيث ان هو يبعد تماما عن. طيب احنا في نهايه البرنامج، هو يعني طبعا الحزب الحاكم وامين الاعلام ايضا في حديث الاخير مع صحيفه المصري اليوم قال يعني ايه ما معناه، يعني ايه الجديد في الموضوع، انه التوريث كان دائما يحدث في مصر، يعني عبد الناصر ورث نائبه اللي هو كان السادات ورثه الرئاسه، السادات ورث مبارك. ما هي المشكله انه الان يحدث يعني انتقال للسلطه الى من لا؟ اذا كان عايز رايي انا اقول لك هذا يعني امور تبسيط مخل نسميه، يعني هذا تبسيط مخل الى حد كبير. ده كان سيستم، كان نظام غير كان راينا فيه في هذه اللحظه. هذا النظام كان دي الياته، الموجود حاليا ملوش اليات، يعني مثلا اليه النظام الرئاسي في لا الوقت. الاليه موجوده انتخابات ويخش انتخابات واربعه خمسه او عشره قدامه وينجح. لا بس في اطار ميوعه كامله، ما فيش الاليه السابقه مش موجوده، فدي في ظل هذه الاليه دي مش وراثه. اما يتحدث عن وراثه اما نقول انتقلت السلطه من السادات من عبد الناصر للسادات ومن السادات لمبارك، ده ضمن اليه. راينا في ايدي قضيه ثانيه، قضيه بعدين دلوقتي في كمان ظاهره اقليميه حضرتك ما تقدرش تنكرها، يعني راينا الزعيم الليبي معمر القذافي اعلن مؤخرا تعيين ابنه رئيس للدوله، ايضا حدث توريث في الجابون، الرئيس عمر بونجو بعد نصف قرن تقريبا في السلطه ورث ابنه. وبالمناسبه الحمله الوطنيه للتوريث عاملين مؤتمر موازي للحزب الوطني اسمه القله المندسه هنا القاهره وليس الجابون. طب ايه المشكله ما يحدث، يعني ما يكون التوريث في كل العالم كل المجالات فيها توريث؟ في مجتمعات ممكن تقبل التوريث وفي مجتمعات لا تقبل التوريث. بمعنى ايه؟ بمعنى اما يكون مجتمع يعيش حاله قبليه دي تقاليده، واخد بالك، في تقاليد الحالة القبلية التوريث شيء أحيانا مشروع ومقبول وحتى يطالب به، واخد بالك. فما نيجي في الجابون وحتى في ليبيا ممكن ضمن هذا السياق أنا تصور، أما تيجي في إطار دولة هذه الدولة، وهل في دولة في مصر؟ كان رأيي هيك نفسه قال إنه يريد إعادة بناء الدولة، صح دولة صح دولة منهارة. معلش بقى، وفي رأي البعض اللي أصلا عبد الناصر فشل في بناء الدولة وبالتالي إحنا ليس عندنا دولة ماشي أصلا. ماشي ماشي يعني. واخد بالك، لا حتى لو الدولة منهارة لكنها دولة كانت موجودة يا سيدي، هنقول إيه، فأرست تقاليد فالناس تتطلع إلى عودة هذه التقاليد، أصبح هذا التطلع هو اللي يحول دون هذا الجانب. إن قضية الوراثة في مصر قضية أنا بتصور إنها من المستحيل، ولكن إذا فرضت سيكون لها ما بعدها. شكرا جزيلا استاذ حكم دياب. مشاهدينا الكرام نشكر لكم حسن المتابعه ونشكر ضيوفنا الاستاذ محمد عبد الحكم دياب الكاتب الصحفي، الاستاذ جورج اسحاق احد مؤسسي حركه كفايه، الاستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير مجله القاهره، وحتى نلقاكم الاسبوع المقبل. هذا خالد الشامي مع فريق البرنامج، احييكم والسلام عليكم ورحمه الله.